حاطه ال 50 جرام من الزبده دوبتهم على المقلايه، ولازم زبده بهاي الوصفه. بدنا نعمل حشوه شبيهه بحشوه الابل باي او الابل كرامبل. طيب. اوكي، اللي هي عباره عن تفاح عليه عصير ليمون. هذا انا فارمته من الساعه 7 الصبح، لونه ما تغير لانه عليه عصير الليمون. فبما انه الوصفه فيها عصير ليمون رح انزله مع العصير. بضل لوقت اطول من هيك؟ طبعا ما بتاكسد. ما بتاكسد معك، ما بتغير لونه. تمام. عصير الليمون بيمنع اكسده التفاح. اوكي تمام. فهلا انا رح اقلب التفاح مع الليمون والزبده كله فوق بعض، بنحط كثير سهله هاي الوصفه. أوكي. رح ننزل عليهم سكر البني للتحلايه، خلينا بس شوي هيك نقلبهم. اوكي، رح ننزل السكر البني بالوسط، ربع كوب من السكر البني كفايه. هلا بدي احط عليها مقدار معلقه كبيره او صغيره زي ما انتم بتحبوا بهارات الابل باي. انا عندي اياها جاهزه معي الخلطه، ولكن طبعا اذا ما عندك اياها بتحطي قرفه، بتحطي جوزة الطيب، بتحطي كبشه قرنفل. اسمها بهارات فطيره التفاح ابل باي سبايسز. اوكي، هي قرفه، جوزة الطيب. والله يعني عامله حلول رهيبه انت، يعني جايبيها اخر يعني. حاولت قدر الامكان. طيب بعد ما نقلبهم شوي، هلا على ببلشوا يحموا معنا على النار. هذا الخليط بعد ما يطرى معنا التفاح شوي لازم نشده. كيف بدنا نشده؟ بدنا نشده بشويه نشا ومي. فهي النشا والمي انا دوبتهم هون مع بعض، هي النشا مع المي، خلطتهم مع بعض. بس لما يغلوا شوي مع سمير رح احطهم، بس بدهم شويه وقت عبين ما تصير هاي الخطوه. يا سمير باشا بدنا ننتقل للخطوه الثانيه. الخطوه الثانيه هي كريمه لازم تكون كثير بارده بالثلاجه، فأنا حاططها بوعاء وحاططها بالثلاجة حتى تكون كتير باردة معنا. شايف كيف؟ عشان لما بنخفقها ما تغلبنا. أوكي، كل ما كانت الكريمة معك أبرد تطلع النتيجة أفضل. رح أخفقها مع الكريمة الباودر، ورح أحط معاها كمان كريم كراميل المغلفين. خلينا نخفقهم. هلا بدنا نحط خليط النشا مع المي، بس يبلش يغلو. رح يشد معنا كثير بسرعه سمير. اوكي يا سمير، بس هيك انت اول غلوه، اول غلوه على السريع بدك. يس. لانه انا ما بدي ابالغ في سوا. تمام. ما بدي ابالغ في سوا زياده عن اللزوم. انا بحب يكون فيه قرشه صغيره، اذا بتحبوا مستوي زياده بدكم تستنوا عليه. طبعا احرك على السريع يا ريت، عشان هلا النشا بشد. ورح انزل عليهم البودينج الجاهز من الفانيلا اللي بنباع بالاسواق والموجود باسعار يعني معقولة للجميع. طبعاً هيهم أنا حاطة تقريباً 4 عبوات من البودينج الجاهز، فهذا رح أنزله هلأ فوق الكريمة ونخفقه. شايف بلش يشد معي. هون أنا محضرة أكواب فيها البسكوت، وهذا الكاسترد اللي أنا خفقته قدامكم. أوكي. وبردناه بس عشان أنا يسهل توزيعه، وضل الكوب مرتب عنا ما نقصتش معي مزبوط. يا سمير بس تسحب لي اياها هاي، شكرا. فهلا هذا البودينج اللي عندنا رح نحطه بهاي الاكواب اللي فيها البسكوت. البسكوت بس مكسر ولا بس حاطه مع زبده؟ حاطه مع زبده. شايفين هاي اكواب الكاسترد صارت جاهزه. حال بدي استعمل هذا لازم الصراحه استنى عليه يبرد شوي، بس انا بحب افرجيكم الحالات. في حال حطيتوه هو هيك بصراحه بيطلع قوامه احلى من لما تستنوه يبرد زي اللي انا استنيته. فانا رح احط لكم اياه. هذا صار عندنا خليط من التفاح مع هالكاسترد اللي عندنا، شايفين كيف. نحتاج لطبقه اولى هي عباره عن بسكوت مطحون. الطبقه الثانيه أنا حاطة بسكوت طبقتين، بس هو لا بسكوت طبقة واحدة. بعدين عندنا 1.5 كوب كريمة، بدنا كريمة بودرة، كريم كراميل وفانيلا جاهزة اللي هي الكاسترد الجاهز أو البودينج. أما الطبقة اللي بدنا نطبخها على النار هي عبارة عن 50 جرام من الزبدة مع 3 أو 4 تفاحات مقشرين ومقطعين. بدنا ربع كوب سكر بني وعصير ليمون، وبالإضافة لبهارات فطيرة التفاح.